عن هون احنا اجينا للنصارى عمالهم بيحتفلوا في مسجد النبي موسى، وبقول لك احنا معنا اذن من وزارة اللي هي السياحة، فيا وزارة السياحة يعني بتوقع الارمة هاي واضحة، يا وزارة الصحة النبي موسى مسجد ومقام، يا نبي مو يا وزارة الصحة عنو اساس انتو بتعطوا اذن لهدول الناس يسووا حفلة طبعا ويسكي خمر بنات عريانات سكر للأسف حسين. للأسف يا وزارة الصحة هاي مش أخلاق دين ولا أخلاق، هذا يا وزارة الصحة بأي دين هذا الحكي؟ في أي دين يا وزارة السياحة أنت ديسكو هون؟ طلع الحشيش الأكياس الغراف، يعني انا مش عارف شو بدنا نعلق على هيك موضوع. بقول لك معانا اذن من وزارة السياحة، فوين الاذن هذا اللي بتعطونا اياه يا وزارة السياحة انتو؟ هاي الفيديو هذا لازم ينزل على الفيسبوك، وبدنا نشوف وزارة السياحة تاعتنا هاي لمصلحة مين انخلقت. وبقول لك معانا اذن من الحارس كمان، منصات بقول لك وديسكو. ديسكو في مقام ومسجد النبي موسى. طبعا هذا الحكي بعد ما احنا امرناهم انه يفضوا الاحتفال تاعهم. لا اله الا الله محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين، طلعوا من المرقص بس، ولكن هذا الاشي مش لازم يتكرر.